في أسئلة على الجزء اللي فات يا جماعة قبل ما نبدأ؟ صوت واضح. طيب كده الصوت كويس. جست 118، يا ريت تغير اسمك بس عشان نعرف نتكلم. يعني في فوق على اليمين كده ممكن تغير الاسم. تمام. في أسئلة بقى يا جماعة الجزء اللي فات؟ مراجعة بسيطة بليز. احنا بنشرح على ريليس 12، وبالمناسبة يا جماعة 11، ريليس 11 اي ده خلاص السبورت بتاعه تقريبا هينتهي نهائيا من اوراكل، فلازم كل اللي يبدأ في الاوراكل فينانشال يدرس R12. انا مش هراجع، انا بس لو في حد عنده استفسار مش واضح يعني نوضحه، لكن المراجعة حضرتك ممكن ترجع للمحاضرات اللي فاتت وتتفرج عليها تاني يعني. عشان بس نكسب وقت. الاختلاف بسيط يعني بين 12 و 11، في اختلاف بسيط. الصوت واضح يا جماعة عند الناس ولا من عندي في مشكلة؟ طيب يعني تمام خلاص كده واضح اوي. في تشويش؟ اللي عنده تشويش ده اكيد من عنده يعني. ممكن تتدرب على 11 بس انا ما انصحكش، يا ريت تتدرب على 12 افضل يعني. لا ما فيش فيرجن 16 ده مش موجود. طيب خلاص احنا نبدأ، ما فيش اسئلة، خلاص نبدأ الجزء بتاع النهاردة. الكتب اللي هي الماتيريال بتاعت اوراكل الاخ احمد رزق حاططها على الصفحة يعني، انا شفتها. في حاجة بالعربي؟ اعتقد كان في كتب بالعربي، هشوفها هدور عليها واجيبها لكم، بس برضو ما انصحش بيها يعني، ما انصحش بيها يعني. الافضل انت تذاكر من الماتيريال بتاعت اوراكل يعني. ماشي، جزاك الله خير. طيب خلاص نقفل بقى الشات بعد اذنكم ونبدأ ان شاء الله. PDF. طيب نقفل الشات وان شاء الله نبدأ باذن الله. المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن جزء كبير في الاسنشال، كان ليه علاقة ازاي اقدر اكاليت يوزر على الابليكيشن، وازاي اديله responsibility، وان responsibility دي معناها الصلاحيات اللي اليوزر يقدر يشتغل بيها على الابليكيشن، وهي بتتكون من 3 حاجات اساسية اللي هي المينيوز والريكوست جروب والداتا جروب. والمنيوز دي عن طريقها بحدد الشاشات اللي اليوزر هيقدر يشوفها عشان يقدر يعمل الشغل بتاعه على النظام.
الحاجة التانية الريكوست جروب، وقلنا دي عبارة عن مجموعة التقارير والبرامج اللي اليوزر يقدر يشغلها على الابليكيشن. والحاجة التالتة اللي هي داتا جروب، وبتمثل نوعية البيانات اللي اليوزر يقدر يشوفها. طيب احنا عايزين نخش شوية في كل ده الجزء ده اسمه essential. احنا عايزين نخش بقى في ال financial شوية، وناخد الحاجات اللي هي related بال essential included في ال financial عشان نكسب وقت شوية. فالنهاردة هنبتدي يعتبر أول محاضرة فعلية في ال Oracle financial في ال general ledger المدول الأولاني. احنا عارفين ان Oracle financial هو عبارة عن 5 core module، 5 core module. أول مديول اللي هو ال general ledger أو الأستاذ العام، وده اللي ان شاء الله هنبدا فيه النهارده، ويعتبر اكبر مديول فيهم اللي هو الجنرال ليدجر. تمام. طيب انا هشير الديسك توب، ويا ريت بس تقولوا لي ان الشير بقى شغال. يعني كده الشير شغال يا جماعة. انا انيبل للشات دلوقتي. الشير شغال ديسك توب. تمام. طيب استاذنكم بس اقفل الشات عشان نكمل. شكرا، بعد اذنكم. لا احنا مش هنسيب لك الاساسيات، بس احنا هناخد هدمج الاساسيات الاسنشال ده مع الجنرال ليدجر عشان الصوره تبقى واضحه. يعني هنخش في الجنرال ليدجر ده، هنقول ان انا عندي مستخدم سوبر يوزر، او نقول مثلا رئيس قسم الحسابات او المدير المالي في المؤسسه او في الشركه، ومعاه محاسب هنعمل له يوزر تاني اللي هو اليوزر العادي. هعمل له 2 يوزر، جي ال سوبر يوزر وجي ال يوزر. وهنشوف بقى يعني نحاول نطبق الحاجات الاسينشال عملي بقى على الجنرال ليدجر، بحيث ان انا ايه تبقى الصوره واضحه ونكسب وقت. يعني مش هتصير حاجه ان شاء الله في الاسينشال، وهنقولها كلها في الجنرال ليدجر. اوكي ماشي يا اخ احمد الخولي. انا دخلت باليوزر بتاعي اللي احنا كنا عاملينه قبل كده اللي اسمه هاني. ودخلت على الريسبونسابيلتي اللي اسمها ايه نافيجيتور، جنبها على طول بيقول لي جنرال ليدجر فيجن اوبريشن. الجنرال ليدجر فيجن اوبريشن دي الريسبونسابيلتي الخاصه اللي عاملاها اوريكل على الشركه الوهميه اللي قلنا عليها قبل كده اللي اسمها فيجن. وعامله مسؤوليه، يعني ده مسؤوليه الاستاذ العام الخاصه بشركه فيجن اوبريشن بتاعت اوراكل. اوكي طيب ال هدي اوفر فيو كده عن المقصود من الجنرال ليدجر، وبعدين نبتدي احنا خطوات السيت اب. كل مديول يا جماعه هيبقى بينقسم لجزئين. الجزء الاولاني خاصه بخطوات السيت اب، مش الانستليشن. الانستليشن دي اللي انت بتطبق الباكج الاوراكل بيزنس سويت وتفتح الباكج دي اللي البرامج دي اسمها انستليشن. لكن كل مديول بعد كده بعد ما بتعمل الانستليشن بيبقى له خطوات سيت اب. ايه خطوات السيت اب دي؟ خطوات السيت اب دي اللي انت بتجهز او بتكونفيجر الموديول ده بتاع الجنرال ليدجر او ايا كان، على اساس ان هو يشتغل عندك في الشركه ويناسب البيزنس بتاعك. دي اسمها سيت اب. يعني مثلا بتاع الاتش ار بيبتدي يقول انا عندي كام ديبارتمنت، الهيكل الاداري بتاع الشركه شكله عامل ازاي، الهيكل الوظيفي شكله عامل ازاي. دي اسمها السيت اب بتاع الاتش ار. بتاع الفاينانشال بيبتدي يقول انا عندي الحسابات شكلها هتمشي ازاي، مين البيرنت ومين التشايلد، العملات اللي هشتغل بيها على السيستم، الكالندر او الفترات المحاسبيه اللي هبتدي اعمل عليها ميزانيتي. دي
دي برضو اسمها خطوات السيت اب بتاعت الجنرال ليدجر. تمام. فانا هنعمل اوفر فيو كده على الجنرال ليدجر بتاعت فيجن اوبريشن، ونشوف ده الحاجه المنتج النهائي اللي المفروض اللي احنا نعمله. يعني احنا في اخر كورس الجنرال ليدجر المفروض نعمل حاجه زي الريسبونسابيلتي اللي قدامنا دي، ونعمل فيها الفانكشنز او الجوبز الوظائف المطلوبه من الجنرال ليدجر. طيب الاستاذ العام يا جماعه ده عباره عن دفتر بيتسجل فيه. اول حاجه انا عندي دفتر يوميه، دفتر اليومية ده بيتسجل فيه أي حركة مالية بتتم في المؤسسة. يعني مثلا صرفت مصروف، دفعت حاجة، اشتريت حاجة، في فاتورة جات لي دفعتها، بدفع إيجار، بدفع مصروف كهرباء، بدفع مرتبات موظفين. كل دي المفروض عبارة عن قيود محاسبية بتتسجل في دفتر اليومية. وبعد كده بنقل القيود دي من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام. ودفتر الأستاذ العام ده بيبقى دفتر كبير فيه الأرصدة بتاعة كل حساب. فرقم واحد عندي في المنيو اللي قدامي دي جورنالز، دي منيو خاصة بالقيود. يعني أنت لو عايز تسجل قيود على السيستم بتبدأ من المنيو بتاعة الجورنال دي، دوس عليه دبل كليك بيفتح لي الفانكشنز أو السب منيو اللي تحت المنيو اللي هي الجورنالز. اول شاشه عندي اللي هي انتر، ودي الغرض منها بستخدمها في عمليه تسجيل البيانات مانيوال. يعني ايه كلمه مانيوال؟ مانيوال يعني انا بفتح الدفتر بتاع اليوميه ده وبكتبه بايدي على طول، ده الغرض من كلمه مانيوال. لكن في حاجات تانية اللي هي اوتوماتيك او امبورتد. امبورتد دي معناها ان انا عندي موديولز تانية على الابليكيشن لو نشوفها على البورد. لو تخيلنا كده ده الموديول الخاص بتاع الجي ال، هو عندي موديولز تانية وليكن ده الجي ال. ونقول مثلا ده الاي في، ده الاي ار، نقول مثلا ده البي رول، ده مثلا البرشيزنج. نقول ده مثلا السيلز، نقول مثلا ده الانفنتور. تمام. ايه اللي انا بقوله ده؟ ان انا عندي موديول زي الاي بي مثلا، ده موديول خاص بالمشتريات او المدفوعات، والبرشيزنج ده المشتريات. انا دلوقتي في الاي بي مثلا وليكن جات لي فاتوره من مورد، المفروض الفاتوره دي بدفعها، فالمفروض في قيد بسجله في الاي بي والقيد ده لو انا سجلته في الاي بي هو السيستم اوتوماتيك بقدر اعمل ايه، انقل القيد الموجود في الاي بي للجنرال ليدجر. ونفس الموضوع في الاي ار، لو انا عندي فاتوره خاصه بعميل حصلتها بقدر اسجلها في الاي بي، ده يعتبر كدفتر فرعي بيتسجل فيه سجلات ارصده العملاء، وبنقل اجمالي ارصده العملاء عندي في الجي ال من غير ما اسجل الايه القيد في الجي ال. ونفس الموضوع برضه في البيرول والبرشيزنج والسيلز واي مديول تاني في اوراكل. يعني نقدر نقول كده ان الجي ال ده السنترال ريبوزيتوري او المكان
المخزن الأساسي أو المستودع الأساسي للبيانات المالية في أوراكل إي بيزنس كله. كل مديول في أوراكل إي بيزنس ده بيرمي القيود بتاعته بشكل أو بآخر، احنا هنتعرف عليه إن شاء الله، على الجي ال. مثال قلنا الإي بي ده بيمثل لي المديول بتاع الموردين أو المدفوعات، يعني أنا بدفع لموردين فلوس، يبقى أي فلوس هتطلع عندي من السيستم بتطلع عن طريق المديول بتاع الإي بي، وبيسجل حركة الصرف دي، صرف الفلوس، وبتترمي عندي على الجي ال في آخر الفترة المالية. طيب إذا في علاقة ما بين الجي ال وباقي الموديولز. استأذنكم بس دقيقة واحدة بعد إذنكم. معلش يا جماعة نكمل. كنا بنقول ان الجنرال ليدجر ده المركز الرئيسي او السنتر ريبوزيتوري للبيانات المالية على الاوراكل اي بيزنس، ودايما في علاقة بينه وما بين باقي الموديولز في الاوراكل اي بيزنس. طيب احنا عايزين نبتدي نعمل السيت اب الخاص بالجنرال ليدجر، والسيت اب الخاص ده الموديولز التانية. يعني انا في الجي ال على سبيل المثال هبتدي اقول شكل الحساب عندي هيطلع ازاي، وهيستخدمه الراجل بتاع الاي بي او الاي ار او ايا كان. فخطورة السيت اب بتاع الجي ال ان انت بتعمل سيت اب هيشتغل عليه باقي الناس التانية، فعشان كده بيبقى عايز تركيز كويس جدا. يعني انا معلش يا جماعة بعد اذنكم، بس نكمل. معلش يا جماعة أنا آسف جدا. دلوقتي احنا هنقول بقى ايه ان الغرض الأساسي من السيت اب بتاع الجنرال ليدجر ان انا اعمل في الآخر شكل الدفتر الأستاذ اللي عندك ده، المين اوبجكت بتاعي في الجنرال ليدجر. يعني انا المطلوب مني اعمل في الآخر حاجة اسمها ليدجر. الليدجر ده هو الأستاذ، دفتر الأستاذ العام اسمه الليدجر، تمام. وفي الريليز 11 اللي كان بيسأل قال اسمه سيت اوف بوكس، يعني المسمى اتغير. بقى اسمه سيت اوف بوكس، تمام.
طيب الدفتر اللي احنا هنعمله ده في الجنرال ليدجر هيتكون من 4 حاجات اساسيه او 4 مكونات اساسيه بتطلق عليها الفور سيز. ايه الفور سيز دي؟ هنقولها دلوقتي. اول حاجه للتشارت اوف اكاونت، تاني جزء اسمه الكاليندر، تالت جزء اسمه الكرنسي، رابع جزء اسمه الاكاونتينج ميثود. وعايزين نركز كويس جدا في الجزء ده لان هو ده بيمثل تقريبا 50% من الجنرال ليدجر. الجزء اللي احنا بنقوله ده، انا عندي جنرال ليدجر او ليدجر ده دفتر الاستاذ العام، بيتكون من 4 اجزاء اساسية اسمها اول حاجة اللي اسمها تشارت اوف اكاونت والكالندر والكرنسي والاكاونتنج ليست. نتعرف على واحدة واحدة بالتفصيل كده. هي أكبرهم اللي هي تشارت أوف أكاونت، لكن الباقي ده سهل يعني. إيه اللي تشارت أوف أكاونت؟ إحنا عارفين اللي عنده خلفية محاسبية أو اللي مش عنده، دي تعتبر يعني مقدمة بسيطة كده عن علم الأكاونتينج أو المحاسبة، ومش مطلوب منك تعرف أكتر من اللي أنا هقوله إن شاء الله، لأن الباقي يقولك اللي هي اللي هتعمله إن شاء الله. الشارت اوف اكاونت دي بتمثل لي شجرة الحسابات. عايزين نتكلم شوية عن الحسابات وانواعها في علم المحاسبة للي ما عندوش خلفية محاسبية. احنا عارفين ان الحسابات عامة بتتكون من 5 انواع رئيسية. النوع الاولاني اسمه اسيتس، النوع الثاني بيمثل لي اكسبنسز، النوع الثالث liability، الرابع revenue، الخامس owners equity. وما تتخضوش من المسميات دي، انا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، يعني هي سهلة جدا بس عايزة واحد يكون يعني مركز شوية. انا عندي كشركة لو هشتغل محاسب في الشركة هحتاج اسجل ايه؟ اول حاجة عايز اسجل كل الاصول اللي الشركة بتملكها، ودي بتمثل لي الاسد. يعني الاسيت دي هي الاصول بتاعت الشركه. طب الاصول دي بتتكون من جزئين اساسيين، اول حاجه اسمها فيكسد اسيتس، والنوع الثاني بيمثل لي الكرنت اسيتس. الفيكسد اسيت دي بتمثل الاصول اللي هي بتقعد مع المؤسسه فتره كبيره، زي الاراضي، المباني، السيارات، الشركه دي بتمثل الفيكسد اسيتس. لكن الكرنت اسيتس دي اسمها بالعربي الاصول المتداوله، والاصول المتداوله دي بتمثل الفلوس،
الشركة رصيد أرصدة الشركة يعني، زي سواء كانت في بنك أو في خزينة جوه الشركة. يبقى نقدر نقول إن الأصول دي بتمثل لاند، كارز، بيلدينج مباني، equipment اللي هي المعدات أو الآلات. ال current assets قلنا زي الأصول اللي هي الفلوس يعني، البنوك، الأرصدة في البنوك. نقدر نقول الفلوس الكاش، الفلوس النقدية. لو في مكملات هتتحصل برضو تتحط تحت ال current assets أو الأصول المتداولة. اسمها notes receivable. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا كمحاسب لو عايز اعرف ايه رصيد الاراضي اللي الشركة بتمتلكها، ابص على الحساب بتاع اللاندز ده واعرف من خلاله رصيد الاراضي عندي كام. لو حبيت اعرف انا معايا فلوس سيولة قد ايه معايا في ايدي، ابص على الحساب بتاع الكاش، انا معايا فلوس كاش كام، وهكذا. ارصدتي اللي في البنوك لو عايز اعرفها، ابص على ارصدتي اللي في على حساب البنوك دي، اقدر من خلاله اعرف اشوف رصيدي كام. طيب اوراكل بقى بتتعامل مع الشكل اللي قدامي ده ازاي؟ اولا بتدي لكل حساب، اي نظام كمبيوتر بيتعامل مع الاكواد مش مع الاسماء، فهتيجي تدي للاصول كود، وليكن مثلا بيبدأ من واحد وبعدين صفار الف، يبقى رقم الحساب اللي هو رقم الف ده بيمثل لي عندي اصول. لكن حساب الاصول ده اصول عام، حساب اصول عام بيتكون تحتيه من سب اكاونت او حساب فرعي تحتيه اصول ثابته واصول متداوله. فهندي للاصول الثابته اللي هي تحت الاصول العام يبدا بواحد، وبعدين اقول له بقى رقم واحد صفر صفر. ده معناه ان الاصول الثابته دي تحت الاصل، الاصول تحت الاسف. ليه؟ لان هو بيبدا بواحد، يبقى اي حاجه تبدا بواحد عندي هتبقى اصول. ابص على الرقم التاني، رقم واحد يبقى اصول ايه؟ ثابته. طيب رقم اتنين اللي هي الاصول المتداوله تبقى واحد اتنين زيرو زيرو. هو في حاجه اخ محمد؟ في حاجة مش واضحة يا جماعة؟ الدعم الأخ محمد سعيد، في حاجة مش واضحة في شجرة الحسابات أو أكمل يعني؟ في يبقى احنا قلنا دلوقتي انا عندي اصول حساب، اصول عام اللي هو الاسيتس، الكود بتاعه الف واحد وثلاث اصفار، يندرج تحت ايه؟ اصول ثابتة هديها واحد واحد بعدين اصفار، وحساب تاني في نفس المستوى او بنفس الليفل
اللي هو الكرنت اسيتس 1200. طيب الحساب بقى اللي تحت ده بقى اللي عندي اللاندز والكارز والبيلدينج والكلام ده، طيب اعمله ازاي؟ حدد اللاند ده بما انه تحت الحصول الثابته، يبقى 1 1 ده الحساب البيرنت بتاعه او اللي فوقيه في الشجره على طول، وبعدين ابتدي السيريال بتاعه اللي هو 1 1 1 0. يبقى انا بمجرد ان انا ابص على الكود ده على طول اعرف ان هو تبع الاصول اللي هو اول واحد ده قدامي، الواحد التاني ده الاصول الثابته الفيكسد اسيتس، وبعدين الرقم واحد ده اللي هو اللاند. طيب ايه الكارز؟ هيبقى بنفس الموضوع نفس الكونسيبت كده، 1 1. ليه؟ ان هو تبع الاصول الثابته. طيب رقم بعد كده هبدا بقى السيريال بتاعه 2 0، لان رقم واحد عندي اللي هو اللاند. طيب البيلدينج يبقى 1 1 3 0. تمام. الاكويبمنت تبقى 1 1 4 0 وهكذا. طيب مش كده وبس، ده انا لو حبيت انزل بتفاصيل تانية اقدر اعملها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عايز اعرف فرضا، يعني انا عندي اللاند ده حساب الاراضي، عندي اراضي مثلا في جمهورية مصر العربية، وعندي اراضي مثلا في السعودية، واراضي تانية مثلا في امريكا او ايا كان. تحت الحساب ننزل دول بس كده شوية. هقول ايه، انا عندي كمان حساب اسمه مثلا ايجيبت لاند، وحساب تاني مثلا اسمه يو اس ايه لاند، وهكذا، على ان الحساب ده حساب فرعي من حساب اللاند ده. طيب يبقى هكود الحساب بتاع الاراضي اللي في مصر دي ازاي؟ هيبقى واحد، يبقى حساب 4 وحدات ده حساب ايجيبت لاند. لو حبيت اعرف ايه ارصدة الحسابات اللي الاراضي اللي عندي في مصر، ابص على الحساب اللي هو 4 وحدات ده. اوكي. طيب الحساب بتاع امريكا هنديله كود ايه؟ 1 1 1. ده حساب البيرنت الاكونت الاب بتاعه اللي هو اللاند ده اللي هو 3 وحدات، والرقم الرابع ده هبتدي اقول له اللي هو ده رقم 2 تحت الشجرة. يعني بمجرد ان انا ابص على الرقم ده على طول اعرف هو ده تبع الاصول الثابتة اللي هو اول واحد، تاني واحد من ناحية الشمال اصول اول واحد اللي هو الاصول، تاني واحد اللي هو الاصول الثابتة، تالت واحد اللي هو اللاند، ورقم 2 ده اللي هي ايه اراضي بتاعت امريكا. واضحة الحتة باسلوب التكويد بتاع الحسابات؟ حتى على الشات لو حد عنده أسئلة أو في حاجة مش واضحة يا ريت تقولوها. طيب أكمل يعني. الأرقام دي بنعملها ليه؟ إحنا قلنا إحنا عايزين في الأول رقم واحد. ثواني يا جماعة عشان نرد على السؤال. ثواني، هو الاخ ضياء بيقول ايه؟ انا الارقام دي بعملها ليه؟ الارقام دي بعملها لان احنا قلنا رقم واحد عشان صفاتي
رقم واحد، وانا عشان نبتدي نعمل دفتر الحسابات بتاعي انا محتاج اعمل 4 حاجات اللي قلنا عليهم دول. عشان اعمل الليدجر ده محتاج اعمل شارت اوف اكاونت، اللي هي من ضمنها اللي هي شجرة الحسابات اللي هي هتطلع شكل الحسابات بالشكل ده. وقلنا لان اول اي نظام او اي برنامج بتعمل على الكمبيوتر لازم بيتعامل مع اكواد مش مع مسميات، صح؟ فاحنا قلنا عايزين نرتب الحسابات بتاعتنا في شكل شجرة، في شكل شجرة. بمعنى ان انا عندي في الشجرة اكبر اعلى حاجة في الشجرة عندي ال5 حاجات دول: اصول، مصروفات، التزامات، ايرادات، حقوق ملكية. وتحتيهم بقى هبتدي ايه انزل تدريجي كده بشكل في شكل شجري. يعني اقول ان الاصول دي عندي بتتكون من فرعين: اصول ثابته واصول متداوله. الاصول الثابته بتتكون من كذا فرع، 4 هم، ممكن ازود زي ما انا عايز. عندي فرع خاص بالارض، الاراضي، يعني المفروض ان انا نحفظ الكود البرنامج. انت حضرتك اللي هتعمل الاكواد دي، انت اللي هتصمم الظهر. خلينا بس نكمل يعني خليك معايا. واللاند ده تحتيه حساب فرع تاني، الاراضي اللي في مصر والاراضي اللي في امريكا مثلا. بحيث لو انا عايز اعرف انا عندي اراضي في مصر في كام، ابص على الحساب اللي هو رقم 4 وحايد ده، هيجيب لي الحساب الاراضي اللي في مصر كام. طب لا، ده انا عايز اعرف كل الاراضي اللي عندي اللي في مصر واللي في امريكا واللي في كل الدنيا. لا، بيبقى انا بص على ايه؟ على الحساب الرئيسي بتاع الاراضي اللي هو 3 وحايد 0. لا، ده انا عايز ابص على كل الاصول الثابته بتاعتي، يبقى انا بص على ايه؟ في الحساب اللي هو بتاع 11 صفرين ده، ده يجيب لي كل الايه؟ الاصول الثابته بتاعتي. حضرتك بتقول الأخ، ماشي، ثواني بس، ثواني الأخ ضياء كده، واضحة الحتة دي؟ أخ ضياء سؤالك كده خلاص؟ ضياء الدين. طيب السؤال التاني كان الأخ بيسأل على هل يمكن أن نخلي الأصول 1 والأصول الثابتة 11؟ أه ممكن، زي ما أنت عايز تكود تتكون. طيب في أسئلة تانية؟ اوكي، طب نكمل يا جماعة، استاذنكم اقفل الشات ونكمل. طيب بنفس الموضوع برضو بالنسبة للايه؟ للاصول المتداولة. هقول برضو انا عندي حساب فرع منها بنوك مثلا، نديله وليكن مثلا ايه؟ 1 2 1 0، صح؟ طيب حساب الكاش، مين يقول لي حساب الكاش؟ انا هفتح الشات، اللي يقول لي حساب الكاش نديله كود كام بنفس الاسلوب اللي احنا ماشيين بيه ده. مين يقول لي حساب الكاش هديله كود ايه؟ 1 2، تمام، 1 2 2 0، تمام. طيب النوتس بيبل، ثلاثة زيرو، صح، تمام، زي الفل. طب هسأل سؤال تاني يا جماعة، افرض أنا عندي أكتر من حساب في البنك، عندي مثلا حساب في بنك مصر، حساب في البنك الأهلي، حساب في بنك اتش اس بي سي مثلا، هعمل الحتة دي ازاي على السيستم؟ أحمد رزق، تمام يا أحمد، تمام، والأخ محمد المصري تمام برضه. تمام، محمد المصري تمام، وضياء برضو تمام، زي الفل. يبقى كده الصورة اطمنت انها وضحت ليكوا اسلوب التكوين. وسامة برضو زي الفل، تمام يا مصطفى. طيب خلاص كده، بس انا كنت حبيت اطمن ان الصورة وضحت والمعنى اللي انا عايز اوصله لكم هو ده. احنا هنشوف دلوقتي الورك اللي عملناها ازاي زي ما احنا قلنا بالظبط يعني. طيب استاذنكم اقفل الشات ونكمل.
دي بالنسبة لحسابات الأصول. حسابات المصروفات، حساب المصروف أي حاجة هصرفها هتتحط فين؟ في حسابات المصروف، زي مثلا حساب مصروف الكهرباء، حساب مصروف الإيجار، حساب مرتبات، أي حسابات نقل، حسابات شحن، دي كلها حسابات مصروف بتتسجل تحت الاكسبنس بنفس الأسلوب اللي عملناه في الأسيتس. طيب النوع الثالث من الحسابات اللي انا محتاج اسجلها عندي في الـ او ده الستاندر في علم المحاسبة عموما، اللي هو حساب الليابيليتي. حساب الليابيليتي ده اللي هو حساب الخصوم، ومعنى كلمة خصم يعني اي حد ليه عندي فلوس، اي حد ليه عندي فلوس ملتزم انا ماديا معاه، زي مثلا مورد او شركة وردت لي مثلا اجهزة كمبيوتر، وردت لي اي حاجة للشركة، بيبقى له ليه عندي فلوس تمن البضاعة دي او السيرفيس اللي هو قدمها لي، وبناء عليه بيبقى ده ضمن حسابات الليابيليتي او حسابات الخصوم. يعني مثلا شركة اسمها اكس واي زد بعتت اشتريت منها 10 اجهزة كمبيوتر، 10 اجهزة كمبيوتر دي وليكن تمنهم 10,000 جنيه، فبمجرد ان انا اشتريت منه ال10 اجهزة الكمبيوتر دي بيبعت لي فاتورة، الفاتورة دي عشان يثبت مديونيتي عنده، فانا بسجل الشركة اللي اسمها اكس واي زد دي ان له عندي حساب ب10,000 جنيه تحت حسابات الليابيلتي. تحت حسابات الليابيلتي بيبقى في حساب للسبلايرز او الفيندورز اللي انا بشتري منهم السيرفيس او الجودز. طيب النوع الرابع من الحسابات، حسابات الريفينيو. حسابات الريفينيو يعني حسابات ايرادات، يعني كل اي فلوس بتجيلي نتيجة سيلز، حاجة بعتها او قدمت سيرفيس للكاستمر بتوعي، باخد بحصل فلوس، الفلوس دي بتتحط في الريفينيو. الحساب الخامس الـ Owner's Equity، اللي هو حساب حقوق الملكية، وده بيمثل نسبة رأس المال بتاع الشركة الخاص بأصحابها بالملاك. يعني مثلا شركة، أنا دلوقتي صاحب شركة مثلا ABC، حاطط فيها رأس مال ليا مثلا 10,000 جنيه، ده رأس مالي، فلوسي أنا مش فلوس الشركة، لأن محاسبيا معلوم إن الشركة دي بتعتبر كيان مستقل. كيان مستقل يعني ايه؟ يعني في شركة اسمها اي بي سي ملهاش دعوة بهاني، يعني ده حاجة مستقلة عن اي بي سي، فانا نسبتي انا كصاحب الشركة بيتحط في حسابات الاونرز ايكوتي. تمام. ولازم نعرف حتة ان اللي عندي الحسابات، عندي الاسيتس والاكسبنسز، دايما اي زيادة فيهم بتبقى ديبت، اي زيادة فيهم بتبقى ديبت. الحته دي عايزين نحفظها كويس للي ما عندوش خلفيه محاسبيه، يعرف بس ان الزياده في الاكسبنسيف ديبت. ديبت يعني ايه؟ يعني مدين. يعني ايه؟ يعني الحساب ده انا حطيت فيه فلوس، وبالتالي فالحساب ده مدين ليا بالمبلغ اللي انا حطيته. هنقول مثال برضه يوضح حتة الديبت والكريدت دي. بنرمز لكلمة ديبت بالدي ار، والبلس ده معناه ان زيادة، اي زيادة في الرصيد، الحساب اللي هو الاسيتس والاكسبنسز هيكون ديبت، وعكسهم في الليابيليتي والريفينيو والاونرز ايكويتي، يعني الزيادة فيهم، يعني انا كل ما احط فلوس اصرف فلوس في الليابيليتي ده يعتبر كريدت، وكريدت بترمز لها بالرمز سي ار. الأذان دي بس لحد ما الأذان يخلص ونكمل إن شاء الله.
نوضح حتة الديبت والكريدت للي ما عندوش خلفية محاسبية. بمثال مثلا، أنا هفترض دلوقتي إن أنا دفعت إيجار الشركة كاش، هفترض إن أنا دفعت إيجار الشركة كاش دلوقتي، وليكن إيجار الشركة مثلا 1000 جنيه. طيب أنا دلوقتي في الجملة اللي أنا قلتها إن أنا هدفع إيجار الشركة كاش، يعني إيه نقدي. يبقى أنا عندي حسابين، حساب كاش وحساب مصروف اكسبنسز، وليكن عندي حساب اسمه رنت. حساب الرنت ده حساب تحت الاكسبنسز، وليكن مثلا الاكسبنسز نديها كود 2000 2000، والرنت ده تحت الاكسبنسز، يبقى انا هديله كود كام يا جماعة؟ مليون. الرنت هديله حساب كام؟ كود 2000. تمام زي الفل، يبقى اديله 2100. طيب زي الفل. يبقى انا دلوقتي هعمل اي قيد بيتسجل بالشكل اللي هعمله دلوقتي يا جماعه. اول حاجه بقول عندي طرف ديبت وطرف تاني كريدت بنفس الشكل ده. واخد خط كده خط كده، واقول الحساب اللي هو هيبقى ديبت عندي بره. انا قلت ايه؟ انا قلت ان انا دفعت ايجار كاش، يبقى انا عندي ايه؟ هروح احط في حساب الرنت ده ان انا دفعت ايه؟ 1000 جنيه. يبقى الحساب ده عندي زاد، صح؟ زاد يعني بلس، يعني يبقى ديبت. يبقى احط في الفرده الديبت حساب الايه؟ الرنت. طيب كريدت، كريدت الايه؟ الكاش او البنك. تمام ليه؟ لان انا دفعت كاش او نقدية، يبقى انا الحساب النقدية اللي معايا، الفلوس السيولة اللي معايا قلت بالمبلغ اللي هو 1000 جنيه ده، والحساب النقدية عندي ده حساب ايه؟ كاش. ده حساب ايه؟ current assets. يعني assets يعني ايه؟ الزيادة هو قل، يبقى ماينس. الماينس يبقى كريدت، يبقى احطه هنا في الفردة الكريدت، حط هنا كاش. طبعا احط المبلغ اللي هو قال لي بيه اللي هو 1000 جنيه هنا، وهنا احط 2000 جنيه، وهكذا. كل ما تحصل حركة تانية ابتدي اقول ايه؟ حساب الكاش كريدت، بحيث ان انا في اخر الشهر مثلا عايز اعرف انا دفعت الكاش عندي حسابه كام، اقدر اعرف من القيود دي، وهنشوفها برضو ان شاء الله. الحته دي واضحه يا جماعه ولا؟ اللي هو انا بقصد الحته دي اللي ما عندوش خلفيه محاسبيه عشان يقدر يكمل معانا الكورس ده. كل اللي انا بطلبه منك في الجزئيه المحاسبيه بس، فيا ريت لو في حاجه مش واضحه نوضحها دلوقتي عشان تقدر تكمل معانا الكورس يعني. هو في حد معانا مش محاسب؟ اتنين، محمد المصري تاني لو سمحت. اوكي أسامة.